منسوب التوتر يرتفع في محيط تايوان ومضيقها بين الولايات المتحدة والصين. الجانبان يحشدان عناصر قوتهما الناعمة والخشنة وسط تحذيرات من تداعيات اقتصادية تصيب العالم بأسره. تحذيرات تطلقها الصين في وجه واشنطن وحلفائها، فيما المعسكر الديمقراطي وفق توصيف تايوان بات أكثر وحدة وصمودا وسط إعداد خطة تجارية جديدة بين واشنطن وتايبي تطلق خلال الأسابيع المقبلة. واشنطن تكشف عن توجه لإطلاق خريطة طريق تجارية مع تايوان وسط التوتر مع بكين. بناء على ذلك نتساءل، أي انعكاسات تحملها خطة واشنطن وتايبي على الصناعة الإلكترونية والتجارة الرقمية والدولية؟ وهل تظهر التحركات الأمريكية تجاه تايوان الوجهة الحقيقية للخلاف بين المعسكرين الشرقي والغربي؟ نحو 10 أيام تمر على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان، وخلالها زادت حدة التوتر بين الصين والولايات المتحدة. بكين ردت بتنظيم أضخم مناوراتها حول الإقليم، وواشنطن تستعد لإطلاق خطة تجارية لتعزيز علاقاتها مع تايوان. هل بالغت الصين في رد فعلها؟ تجيب الولايات المتحدة بنعم، وتؤكد أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان لم تكن سوى ذريعة للصين لتنظيم أضخم مناوراتها. بكين تقول العكس، ما حدث كان مناقضاً لمبدأ الصين واحدة وتدريباتها شرعية تماماً. وفي خضم السجال الصيني الأمريكي، تايبي تعلن أن الترهيب العسكري والاقتصادي الصيني يعزز وحدة المعسكر الديمقراطي في العالم. سندافع بحزم عن سيادتنا وأمننا القومي، وسنلتزم بخط الدفاع عن الديمقراطية والحرية. استعداد تايوان للمواجهة يغذيه الدعم الدبلوماسي والعسكري والاقتصادي الأمريكي. عمليات عبور بحرية وجوية في مضيق تايوان ستنظمها الولايات المتحدة خلال الأسابيع المقبلة، وخطة جديدة لتعزيز المبادلات التجارية مع الجزيرة يرسم البيت الأبيض معالمها. يدافع الأمريكيون عن هذه الاستراتيجية الاقتصادية، فهي تعتبر وفق واشنطن رداً على استفزازات صينية، وستشمل الممارسات التنظيمية ومجالي الزراعة والتجارة الرقمية. لكن قرار إدارة بايدن يفتح جبهة تنافس تجاري إضافي في منطقة المحيط الهندي والهادئ، مع توقع أن ترد بكين على المحاولات الأمريكية لبسط أي نفوذ اقتصادي في الإندوباسيفيك. قبل البدء في نقاش الليلة نذكرك العادة بسؤالي الرابط، أي انعكاسات تحملها خطة واشنطن وتايبي على الصناعة الإلكترونية والتجارة الرقمية والدولية؟ وهل تظهر التحركات الأمريكية تجاه تايوان الوجهة الحقيقية للخلاف بين المعسكرين الشرقي والغربي؟ للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها سينضم إلينا من شنغهاي بعد قليل دكتور دينغ لونغ، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة الدراسات الدولية في شنغهاي. من عمان معنا الآن دكتور سميح المعيطة، وزير الإعلام الأردني الأسبق والخبير في الشؤون الدولية. من واشنطن يرافقنا عبر تطبيق زوم السيد إريك هام، الباحث المتخصص في الشؤون الأمريكية. أهلا وسهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيد هام من واشنطن، هل من فكرة أو تفاصيل أوفى عن هذه الخطة الأمريكية الجديدة ردا على المناورات الصينية واهتماما بدعم التبادل التجاري خاصة في التجارة الإلكترونية والرقائق وأشبه الموصلات مع تايوان؟
الولايات المتحدة تستمر في هذه الرقصة الحساسة مع الصين بما أن هذا كبرى الاقتصادات في العالم، فبما أن هناك توترات في العلاقات بين الدولتين، الولايات المتحدة الآن تعبر عن القلق بشأن العدوان الصيني المتكرر بما في ذلك عن طريق المناورات العسكرية بالقرب من تايوان. أخذا ذلك بالحسبان، الولايات المتحدة تواصل بذل الجهود لمحاولة الحفاظ على قنوات الاتصال الدبلوماسية مع الصين، فنحن نعرف أن الرئيسين بايدن وسي جين بينغ قد نظما قمة افتراضية بالإضافة إلى ذلك نحن على دراية على عدد من المجهودات للحفاظ على المفاوضات بين القوتين الكبريين. فالآن الصين والولايات المتحدة تحاولان تخفيض درجة التوتر أخيرا، حتى بالرغم من هذه المحاولات الأمريكية لإظهار الدعم السياسي والاقتصادي لتايوان، فإن هذه السياسات سوف تكون موضوعا مثيرا للقلق بالنسبة لبيجينغ. ولكن ما نراه من البيت الأبيض الآن هو أنهم يحاولون الحفاظ على هذا الخط المهم والدقيق للحفاظ على العلاقات مع كل من تايوان والصين. وبشكل واضح الصين تريد الآن كون الولايات المتحدة أن تختار الجانب إما مع الصين أو على الصين، والآن ما نراه أن سيكون من الصعب بالنسبة للصين رؤية هذه السياسات الأمريكية في تايوان. كيف سوف ترد الصين على هذه العلاقات المكثفة بين واشنطن وتايوان؟ ليس من غير المعروف. نعم، هذا بلا أمان. الآن دكتور المعايطة، في ضوء تصريح رئيس تايوان بأن المعسكر الديمقراطي بات أكثر صمودا، هل برأيك وفي ضوء هذه الخطة الأمريكية المعلن عنها، هل برأيك اختارت واشنطن الردة الاقتصادية والتجارية عوض الرد العسكري، أم أن حتى الرد العسكري يبقى مطروحا على الطاولة ولو من باب التحسن؟ مساء الخير لحضرتك ولضيوفك الكرام. أهلا وسهلا. حقيقة الملف العلاقات الصينية الأمريكية ملف متشعب، يعني تايوان وملف تايوان واحد من الملفات المهمة فيه، لكن كما تذكر حضرتك أنه كان في بزمن ترامب الإدارة الأمريكية السابقة كان في قرارات أمريكية بفرض جمارك على البضائع الصينية، وكان هذا يعتبر ضربة اقتصادية كبيرة على الاقتصاد الصيني. نعم. باعتبار أن السوق الأمريكي أيضا من الأسواق المهمة للاقتصاد الصيني. فالمجالات المواجهة الصينية الأمريكية تبدأ أو هي قد بدأت قبل سنوات طويلة. التجارة، هذه التجارة الفرض الجمارك واحدة من هذه المجالات، تايوان واحدة من هذه المجالات، البحر جنوب الصين هذا واحد من الممرات المائية المهمة جدا للاقتصاد، واستراتيجي للمسائل العسكرية هو واحد من الملفات المهمة بين البلدين. وأيضا موضوع الملكية الفكرية، كما تعلم أيضا أنه كثير من الصناعات الأمريكية يجري، أمريكا تتهم الصين بأنها تقوم باستنساخ هذه الماركات دون أن تحافظ على الملكية الفكرية، مما يكلف الشركات الأمريكية مبالغ كبيرة. نعم. اليوم تايوان، حتى ملف تايوان كمان بنتذكر إحنا أنه ب 2018 كان قرار الكونغرس بال 2018 بالسماح بالزيارات إلى تايوان، وهذا نعم. الذي كان، وكانت هذه الزيارات اللي على مستوى كان هو زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي قبل فترة إلى تايوان. هذا التصعيد بين البلدين هو تصعيد حتى الآن يأخذ الشكل السياسي، والرد خلينا نقول الصيني يأخذ شكل الاستعراض العسكري. لكن الملفات كما أشرت لحضرتك، الملفات التي تحت الطاولة والتي على الطاولة أصعب بكثير أو أكبر بكثير من ملف تايوان. ماذا عن الرد الأمريكي؟ يعني هذا اليوم احنا دكتور المعايطة، ماذا عن معالم الرد الأمريكي؟ كان في موقف أمريكي سياسي قد يبدو في ظاهره في لين وفي تعامل، يعني في لين مع الأمريكي مع الصينيين، بأن الولايات المتحدة ما زالت تحافظ على موقفها من قضية تايوان وأنها تؤمن بالصين الواحدة، لكنها تعزز علاقاتها وتعزز اتصالاتها مع تايوان. ففي تداخل في أكثر من ملف، لكن بعتقد أنه إحنا لازم نتذكر دائما أنه ملف الصين هو الملف الأبرز الذي كان على أجندة إدارة الرئيس بايدن عندما جاء، حتى قبل موضوع روسيا كانت بالدرجة الثانية، لكن الصين كانت بالدرجة الأولى،
وبالتالي ما يجري من 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 خطوات وما يجري من عمليات ومن أمور سياسية وغير سياسية هو واحد من تنفيذ إدارة بايدن لأولوياتها تجاه الملفات الكبرى اللي هي الصين، روسيا والملف النووي الإيراني. نعم، سارة جاهزا معنا دكتور دينغ لونغ من شنغهاي، وأسألك مباشرة دكتور لونغ، واشنطن قالت أن الصين بالغت في الرد على زيارة نانسي بيلوسي، وأعلنت أيضا عن خطة اقتصادية جديدة للتعاون مع تايوان. ألا تخسر الصين كثيرا اقتصاديا بهذا التصعيد العسكري والتمادي في المناورات حتى مع تايلاند مؤخرا؟ لا أعتقد أن هناك مبالغة في رد الصيني على استفزاز الأمريكي المتمثل في زيارة نانسي بيلوسي لتايوان، لأن نانسي بيلوسي يعتبر رقم ثالث في الحكومة الأمريكية، وزيارتها لتايوان لا تعتبر شخصية إنما هي رسمية. فالصين ترفض ويعني غاضب جدا جدا من التصرفات الأمريكية، وهي اتخذت يعني عقوبات ضد تايوان وضد الولايات المتحدة، حتى نانسي بيلوسي بعينها. وأعتقد أن هذا رد يعني مناسب وملائم، لا يوجد مبالغات في بهذا الشأن. أما بالنسبة لما يسمى بخريطة اقتصادية للعلاقات بين تايوان والولايات المتحدة، أعتقد أنها مجرد ما يسمى باتفاقية التجارة الحرة التي تحتوي على 11 بند، ولكن هذه البنود تحتاج إلى مفاوضات ممكن طال سنين، وهي بشكل أساسي يعني تنصب في مصلحة الولايات المتحدة وليست تايوان. ويعني المعروف أن الصين يعني شريك تجاري الأول لتايوان، والولايات المتحدة فقط يعني الشريك التاسع لتايوان. يعني حجم تبادل تجاري صيني تايواني يعني ثلاث أضعاف لنظيره للولايات المتحدة. نعم. فيعني أعتقد أن تايوان تعتمد بشكل رئيسي على الصين اقتصاديا وتجاريا. نعم. لا يوجد بديل للصين بالنسبة لتايوان. ربما حتى الصين تعتمد على تايوان في موضوع الشرائح والرقائق وأشباه المواصلات والمصالح متبادلة على ما يبدو. بطبيعة الحال الاقتصاد الصيني لا يقارن بالتايواني، لكن وسط التوترات المتصاعدة مع تايوان حذرت الصين من حالة هلع قد تصيب سوق أشباه المواصلات. رئيس أكبر شركة تصنيع أشباه مواصلات في الصين قال إن التوترات الجيوسياسية إضافة إلى ارتفاع التضخم وتراجع الطلب على الرقائق كلها عناصر أدت إلى توتر في السوق. أعود إلى النقاش مع واشنطن وضيفنا من هناك لأسأل مباشرة ضمن هذه السياق سيد إريك هام. أمريكا أعلنت عن خطة جديدة بنحو 280 مليار دولار لتوطين صناعة أشباه المواصلات داخل الولايات المتحدة. هل هذه الخطة رد على هذا الهلع أو هذه المخاوف من التمدد الصيني وتهديد مصدر مهم في التكنولوجيا المتقدمة الأمريكية الرقائق التايوانية، أم هو ربما ضربة استباقية لإمكانية أن يتعطل هذا الإمداد الاستراتيجي بسبب أي ضربة عسكرية في المضيق؟
لا أعتقد أننا يجب أن ننظر إلى هذا القرار كشيء من التصعيد، أخذا بالحسبان حالة الاقتصاد ومعاناة الولايات المتحدة من التضخم، وأيضا كون الانتخابات سوف تجري في هذا الخريف، فإن الرئيس جوزيف بايدن يعترف بأن الرقائق تلعب دورا مهما للاقتصاد العالمي والأمريكي بشكل خاص، فإن هذا أمر مهم لمكافحة التحديات الاقتصادية مثل التضخم، وأيضا بغية تأمين القدرات التنافسية للشركات الأمريكية خاصة فيما يتعلق بهذا القطاع، هذا المجال الرقمي، وأيضا للحفاظ على فرص العمل الإضافية. فإن هذه الإدارة الآن تحاول بشكل عدواني إعادة عجلة الاقتصاد لفترة ما بعد جائحة كوفيد-19، وعبر العمل والتعاون مع الدول المتحالفة بوخة إعادة تشكيل وإعادة صياغة الاقتصاد الأمريكي. فهذا ليس محاولة لتقويض المصالح الاقتصادية الصينية، وفي الواقع كمثال نحن قد ننظر إلى كيفية كون الولايات المتحدة تحت رئاسة بايدن كانت تحاول العمل مع كبرى الدول التي تقليديا ليست صديقة للسياسات الأمريكية فيما يتعلق بإنتاج النفط نتيجة لما يحدث في أوكرانيا. فنحن نرى على سبيل المثال محاولات الولايات المتحدة للعمل مع دول مثل إيران وفنزويلا وطبعا المملكة العربية السعودية. هذا يشبه ما نراه الآن مع إدارة بايدن، الرئيس بايدن، وهم يحاولون العمل مع الدول بغية تعزيز إنتاج أشباه الموصلات والتأكيد على أن الشركات الأمريكية تشارك في هذه العمليات الإنتاجية. نعم، إليك مرة أخرى دكتور المعايطة في عمان. إلى أي مدى بتقديرك العمل الاقتصادي وعمل السوق هو الحاسم في هذه المعركة التي تعددت واجهاتها في الحقيقة في ضوء هذا الحديث الصيني عن هلع يصيب سوق أشباه المواصلات، وحديث أكبر شركة لصناعة الرقائق في تايوان عن توتر جلي في السوق؟ في العلاقة الأمريكية الصينية العامل الاقتصادي هو رقم واحد. كما تعلم العلاقة مثلا بين الولايات المتحدة وروسيا قسط النفوذ والعامل السياسي والعسكري هو الأكثر بروزا والأهم، لكن مع الصين عامل اقتصادي، لأن الصين قدمت نفسها للعالم كعملاق اقتصادي ولم تنافس ولم تقدم نفسها كدولة عسكرية ولا دولة ذات نفوذ سياسي، رغم أنها دولة عسكرية قوية. ربما هذه الخطوة القادمة يقول المراقبون. تمام. هو الصين يعني هو الصينيين هو أكثر ذكاء، لا يريدوا الاحتكاك واستفزاز القوى الكبرى بالعالم، فدخلوا إلى العالم كقوة اقتصادية تدخل إلى كل الدول باستثمارات بصناعات، تحول كثير من الدول إلى أسواق البضاعة الصينية الرخيصة. صحيح. وبالتالي شكل المواجهة الأمريكية الصينية هي عمليا اقتصادية، لكن لها أدوات. يعني الأمريكان يدركوا جيدا أن ملف تايوان هو خاصرة ضعيفة للصين، وبالتالي هم يعني يدركوا أنهم لن يذهبوا إلى الاعتراف بتايوان دولة مستقلة، لكن مجرد إقرار الزيارات كما أشرت لحضرتك ما بعرف قبل الانقطاع أنه بال 2018 الكونغرس أقر قانون زيارات لتايوان، وكان في عدد من الزيارات أهمها الزيارة الأخيرة. هذا الموضوع يقلق الصين سياسيا ويستفز الصين ويجعلها متوترة كثيرا ويؤذيها، وهذا الذي تريده الولايات المتحدة. الولايات المتحدة واضح أن هذه الزيارات لا تريد من خلالها الدخول في مواجهة عسكرية مع الصين، لكن تريد يعني إرباك الصين، تريد بعث الصين. ماذا تكسب واشنطن بهذا الإرباك؟ عفوا، ماذا تكسب واشنطن بهذا الإرباك؟ مزيد من التوتر في منطقة عبور مائي مهم. صحيح، لكن عمليا هي لا يمكن الولايات المتحدة تدرك أن خصمها الاقتصادي الأهم في العالم هو الصين، فلا يمكن أن تسكت الولايات المتحدة وتترك الصين تعمل كما تشاء دون عوامل قلق تضعها في طريق الصين. فتايوان هي العامل الأهم الذي يقلق الصينيين والعامل الذي يستفزهم. لاحظ هذه الزيارة كم كانت ردة الفعل الصينية قوية، مناورات عسكرية، تصريحات قوية، أحاديث، بمعنى واضح أنه الخاسرة الضعيفة التي ذهبت الولايات المتحدة إلى استفزاز الصين من خلالها هي خاسرة مهمة بالنسبة للصين، ولذلك الولايات المتحدة تحاول أن تتحدث بخطاب سياسي أنها لا تغير موقفها من تايوان وأنها تؤمن بالصين الواحدة، لكنها في نفس الوقت تذهب إلى تعاون اقتصادي، تذهب إلى تعزيز زيارات مع تايوان، يعني تبقي على أصل الموقف
من قضية تايوان، لكن عمليا تذهب إلى تغيير الموقف عن طريق خطوات اقتصادية وخطوات سياسية، وهذا ما يجعل الصين في حالة قلق. وربما يراد أيضا أن يتم استدراج الصين إلى أن تقوم الصين هي بعمل عسكري بعد فترة أو في مرحلة ما، بحيث أن تخرج الصين من حالة الركون أو حالة الذكاء اللي بين قوسين الذي تمارسها عسكريا إلى حالة صدام عسكري ليس مع الولايات المتحدة ربما، وهذا أمر يستنزف القوى العظمى بطبيعة الحال. نعم، أعود إليك دكتور دينغ لونغ في شانغهاي لأسأل أيضا في ضوء حشد القوات الناعمة والخشنة من الطرفين في الحقيقة كما ذكرنا في المقدمة، أي تداعيات اقتصادية ممكن على الجانب الصيني الآن؟ معلوم جيدا أن الصين تستفيد من هذه السوق التايوانية النشطة خاصة في التكنولوجيا الحديثة، وهي ذراع تمدد صيني مهم في العالم. طبعا هناك اعتماد متبادل وعلاقات اقتصادية كثيفة ووثيقة بين تفتي مدينة تايوان، حيث تعتبر تايوان يعني شريك مهم للبير الصيني الرئيسي في تصدير يعني الكثير من المنتجات الصناعية، وتايوان يعني شريك تجاري مهم، وكذلك يعني البير الصيني الرئيسي رقم الأول في المبادلات التجارية لتايوان، وكما ذكرت يعني تعتمد الصين بشكل أساسي على رقائق الموبايل والكمبيوتر المنتوجة في تايوان. لكن الآن يعني الصين تسعى إلى إيجاد بدائل في الأسواق العالمية من رقائق، وكذلك يعني الشركات التايوانية تعتمد أيضا على الصناعات الإلكترونية في الصين. فالعلاقة الاعتماد متبادل، مش جانب الواحد على الجانب. لكن تخسر الصين أيضا بسبب العقوبات التي أقرتها على تايوان؟ طبعا خسارة للجانبين، لكن اقتصاد تايواني صغير وضعيف نسبة إلى الصين، اقتصاد الصيني نعم. فأعتقد أن خسائر بالنسبة للصين يعني طفيفة، ويمكن إيجاد بدائل وتعويض من مصادر أخرى. فبالنسبة يعني سيادة وأرض وإعادة توحيد البلاد، لا أعتقد أن هذه الحسابات أو تكاليف اقتصادية يعني تذكر ولا تذكر ببال القيادة الصينية. واضح. نذهب إلى فاصل قصير ضيوفنا الأعزاء مشاهدينا الأكارم، نعود بعده لنتابع النقاش دائما في الرابط. أهلا بكم من جديد. يشهد التبادل التجاري بين الولايات المتحدة وتايوان ازدهارا، تستفيد الجزيرة من طلب متزايد على رقائق الكمبيوتر التي تصنعها بالتزامن مع خضوع صادرات الصين إلى الولايات المتحدة لرسوم جمركية. في المرتبة الثامنة عالميا تحل تايوان على سلم حجم التبادل التجاري مع الولايات المتحدة، فحجم الصادرات من تايوان إلى الولايات المتحدة بلغ 72 مليار دولار خلال 12 شهرا حتى سبتمبر عام 2021. وأفادت بيانات وزارة التجارة الأمريكية أن الصادرات الأمريكية إلى تايوان بلغت قيمتها 30 مليار و200 مليون دولار، لتمثل 2.1% من إجمالي الصادرات الأمريكية عام 2020.
كما بلغ الاستثمار الأمريكي في تايوان 31.5 مليار دولار عام 2020 بزيادة قدرها 8.8%، ويشمل الاستثمار في التصنيع والتمويل والتأمين والتجارة. أما إجمالي التجارة في الخدمات مع تايوان فبلغ نحو 15.2 مليار دولار عام 2020، وبذلك ترتفع تجارة السلع والخدمات الأمريكية مع تايوان نحو 106 مليارات دولار، في وقت بلغ عجز تجارة السلع مع تايوان 27.6 مليار دولار عام 2020. أستأنف النقاش معك سيدي ريكام من واشنطن لأسأل في هذه المقارنة بالأرقام، الأرقام بعيدة جدا، يعني معاملات الصين مع الولايات المتحدة إذا ما قارنا تعامل الولايات المتحدة مع تايوان 2% فقط من الصادرات الأمريكية تذهب إلى تايوان. هذه الخطة الجديدة وما يعلن الآن في الزراعة في المبادلات الرقمية والتجارة الرقمية وفي منظومة المعاملات التجارية، هل يستهدف تصعيد ورفع أرقام المعاملات الضعيفة هذا؟ هل من تفاصيل أوفى عن بنود هذه الخطة إذا توفرت داخل الولايات المتحدة؟ الولايات المتحدة تعترف بأن الصين قوة ساعدة وقد أقدمت على ممارسة النفوذ بما في ذلك عبر مشروع طريق الحرير وأيضا تكنولوجيا GL5 للاتصالات. فإننا قد شهدنا أخيرا كون السلطات الأمريكية قد بدأت تتنافس مع هذه المبادرة، مبادرة طريق الحرير الصينية، عبر اغتنام الصفقات مع الدول المجاورة للصين، بما في ذلك كون الشركات التكنولوجية الأمريكية الآن تحاول تأسيس تكنولوجيا 5G. فما نراه هو التنافس العدواني بين القوتين الكبرين عالميا من وجهة نظر الاقتصاد، ولكن هاتين الدولتين أيضا تحاولان ممارسة النفوذ على الاقتصاد السياسي عبر اغتنام الصفقات والاتفاقات مع الدول الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، بما أننا نستمر من أن نرى كون الدولتين أيضا تحاولان بسط السيطرة على المساحة الجيوسياسية، نحن نشهد أيضا كون واشنطن وبيجين تحافظان على قنوات الاتصال. ليس هناك حرب تجارية الآن في هذا التوقيت، ولكن مع الاعتراف المتبادل بأن الولايات المتحدة كانت دائما سوقا جاذبة للشركات الصينية، فهناك أيضا موضوع مهم في هذا السياق، بما أن الرئيس بايدن له أجندة داخلية والكثير من المسائل. نحن أيضا نرى كون السلطات الصينية تعاني من الكثير من المشكلات الاقتصادية، بما في ذلك في مجال العقارات التي تعاني من الإفراط في التدين، في الإفراط في المديونية، بما في ذلك سياسة صفر الكوفيد. فبما أن الدولتين تحاولان تصدير بعض المسائل الداخلية فإنها تعاني من هذه المسائل، الأمر الذي قد يصبح مشكلة فيما يتعلق بإعادة صياغة الاقتصاد العالمي للقرن 21. نعم دكتور المعيطة، إذا ما أردنا أن نقرأ ما كشف حتى الآن من معالم هذه الخطة الاقتصادية الجديدة لشراكة واسعة تجارية واقتصادية فيما يشبه اتفاقية للتجارة الحرة منزوعة ربما الجمارك أو الضرائب على البضائع التايوانية خاصة، أي أبعاد اقتصادية ممكن لها؟ وهل من دور سياسي ربما لتعويض تايوان عن خسارتها الاقتصادية مع الصين وهي أكبر شريك لها؟ يعني هو الصين لن تترك تايوان حتى في أسوأ الظروف اقتصادية، لن تترك تايوان، لأنه هي تدرك أنه لو تركت تايوان أو عقبت تايوان كثيرا ستقترب من ستتركها الولايات المتحدة. لكن الولايات بالتأكيد الولايات المتحدة أيضا تدرك أن تايوان ليست بديلا اقتصاديا عن الصين. هي كما أشرت لحضرتك في البداية، هي تحاول أن تقلق الصين وتوجد بديل ولو صغير الحجم اقتصاديا، وهو تايوان، في صناعات مشابهة موجودة للصين في السوق الأمريكي.
يعني فتضع هذا المنافس تدخل إلى السوق الأمريكي بتسهيلات جمركية، وفي نفس الوقت تعظم الرسوم الجمركية على المدخلات أو على البضائع الصينية. طبعا هذا لن يضعف، لن يقضي على الصين كعملاق اقتصادي. تمام، نعم، لن يقضي على الصين كعملاق اقتصادي. نعم، في فرق بين لا، لكن يعني سيرهق الصين اقتصاديا، سيجعلها في حالة قلق اقتصادي وسياسي، ودائما ستتوقع أو تنتظر خطوات أخرى من الولايات المتحدة بهالاتجاه. بس أذكر حضرتك لما كان بايدن في المملكة العربية السعودية قبل شهر من الآن، كان يتحدث أنه السياسة الأمريكية تركت فراغ دخلت من خلاله روسيا والصين إلى منطقة الشرق الأوسط، بمعنى أنه الولايات المتحدة لا تطارد الصين فقط في تايوان أو في بعض المناطق أو بالسوق الأمريكي، لا، هي تشعر أن الصين تتسلل إلى مناطق كثيرة منها الشرق الأوسط عبر علاقات، اتفاقيات اقتصادية، عبر استثمارات كبيرة، عبر بنى تحتية، بناء بنى تحتية، عبر مشاريع. وبالتالي الولايات المتحدة تشعر أن هنالك فترة أغمضت عينيها بانشغالها أو بسياسة خاطئة، وبالتالي تسللت الصين إلى مناطق أخرى. لذلك مطاردة أمريكا للصين لا تقتصر على تايوان بالمناسبة، ولا تقتصر على السوق الأمريكي، إنما تحاول أن تطارد الصين اقتصاديا من حيث النفوذ الاقتصادي في كل العالم، تحديدا بأفريقيا وبآسيا والشرق الأوسط. هذه مناطق مهمة جدا للاقتصاد الصيني وللاستثمارات وللعمل الاقتصادي الصيني بشكل كبير. نعم، حتى تسمى في واشنطن سياسة احتواء الصين في البدايات، ربما الآن المواجهة باتت أقرب للاحتواء. أعود إليك في شانغهاي دكتور دينغ لونغ لأسأل أيضا عن سياسة الاحتواء الصينية لتايوان هذه المرة. أي أفق اقتصادي لها بالرغم من كل ما يجري؟ هل الصين متحمسة لأن تدعم تايوان أكثر، أم أن سياسة القطيع ربما والعقوبات بدأت فيها بكين ألا يقدمها هذا لقمة سائغة للجار أو للعدو الأمريكي؟ خليني أقول، أعتقد أن الصين يعني في البداية ودائما تسعى لتوثيق العلاقات التجارية مع تايوان، وحتى يستفيد شعب تايواني من المبادلات التجارية والتعاون الاقتصادي بين دفتي مدك تايوان. لكن للأسف الشديد التيار الانفصالي والاستقلال في تايوان دائما تلجأ إلى القوى الخارجية وهي الولايات المتحدة، وكذلك تسعى خطوة بعد خطوة نحو استقلال. فالصين يعني لن تكون يعني متفرجة لتصرفات تايوانية، فهي تحتزم يعني يلقى درس قاسي على التيار الانفصالي، وتجعلها تدفع ثمن باهظ لسياساتها وسلوكها وتصرفاتها نحو استغلال. فالصين لو القوى السياسية في تايوان تركت يعني توجهات نحو استغلال وتقترب من الصين، أعتقد أن هناك سيكون حوافز اقتصادية وتجارية. لكن هناك ربما ضرر سياسي أيضا. دائماً جاهزة للتقليم في علاقة بالحريات والديمقراطية، هذا ما يخشاه التايوانيون بعد أن ألفوا هذه الحرية لعقود ويعتبرون أنفسهم ضمن المعسكر الديمقراطي، هكذا يقولون بإيجاز. لا أعتقد أن هناك علاقة بين أيديولوجيات ما بين الحرية والديمقراطية بموضوع السيادة. ما كان اختلافات في النظام السياسي والفكري والأيديولوجي، تايوان جزء لا يتجزأ عن أرض الصين. هذا في يعني هناك اعتقاد راسخ لدى الشعب الصيني ولدى القيادة الصينية. يعني مهما كانت الظروف والأسباب والمناخ الدولي، الصين سوف
تستعيد يعني سيادتها. واضح دكتور، اسمح لي أن نتوقف هنا لأنه بلغنا وقت الفاصل الثاني القصير والأخير، نعود بعده مباشرة لاستكمال الجزء الثالث من حلقة الرابط لليلة. أهلا بكم مجددا. رغم التحذيرات الصينية تستعد الولايات المتحدة لاتخاذ خطوات عدة تعتبرها بكين استفزازية، وتقول إنها ستمثل ردا على المناورات العسكرية الصينية، فما هي هذه الخطوات؟ ردا على ما وصفته بالسلوك الاستفزازي لبكين بإجراء مناورات عسكرية حول مضيق تايوان على خلفية زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيولوسي، أعلنت واشنطن في بيان أنها ستعزز مبادلاتها التجارية مع تايوان وتؤكد حقها في التحرك بحرية جوا وبحرا في المضيق الذي يفصل الجزيرة عن الصين. مستشار الرئيس الأمريكي ومنسق البيت الأبيض لقضايا آسيا والمحيط الهادئ كورت كامبل قال إن خطة تجارية جديدة ستكشف خلال أيام، بينما ستعبر قوات أمريكية مضيق تايوان في الأسابيع المقبلة. وقال كامبل إن زيارة بيولوسي تتفق مع سياسة واشنطن الحالية، معتبرا أن الصين بالغت في رد فعلها ولا تزال أفعالها استفزازية ومزعزعة للاستقرار وغير مسبوقة. وأضاف أن بكين استخدمت هذه الذريعة لشن حملة ضغط مكثفة على تايوان لمحاولة تغيير الوضع الراهن وتعريض السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان وفي المنطقة الأوسع للخطر. وردا على تدريبات الصين، تعيد الولايات المتحدة تأكيد التزامها بالمنطقة، ولكنها تشدد على سياسة الغموض الاستراتيجي التي تتبعها، وتعني الاعتراف بالصين دبلوماسيا وفي الوقت نفسه دعم الحكم الذاتي لتايوان. وقال كامبل إن إدارة بايدن ستواصل تعزيز علاقاتها مع تايوان، بما في ذلك مواصلة الدفع قدما بعلاقاتنا الاقتصادية والتجارية، لافتا إلى أن واشنطن تعد حاليا خارطة طريق طموحة لمفاوضات تجارية ستعلنها في الأيام المقبلة. وأوضح المستشار الأمريكي أن القوات الأمريكية ستستمر في الطيران والإبحار والعمل حيثما يسمح القانون الدولي بذلك، بما يتفق مع التزامنا حرية الملاحة منذ فترة طويلة. سيد ريكام، ودت أن أسأل عن معطيات تطور أو تطورات الجيوبوليتكس في المنطقة، وهذه الحدة في التعاطي الأمريكي مع الصين من جهة ومع روسيا من جهة، هل تؤثر ربما خصوصا بالنظر لقلة المكاسب في أوكرانيا؟ تحتاج واشنطن لتحقيق مكاسب في هذا المضيق وفي بحر الصين الجنوبي، بالنظر إلى تصريحات كامبل، ماذا يمكن أن نقول في هذا الباب؟ أنا لست باعتقادي أن البيت الأبيض أو رئيس يعملون بطريقة أنهم يحاولون الرهان على الوضع في الصين وتايوان، فإنهم يحاولون استغلال الفرصة لتجنب التحدي الجيوسياسي رقم واحد وهو روسيا، ونحن نعرف أن الصين وروسيا لها اتصالات مكثفة، ولكن الآن البيت الأبيض يعتبر ذلك افتتاحية أو مقدمة لتخفيض الأهمية الجيوسياسية للدولة الروسية، فلهذا السبب الولايات المتحدة تستمر من تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بأحجام غير مسبوقة من المساعدات العسكرية والاقتصادية، فإن هذه الحرب سوف تكون طويلة الأمد بين الدولتين، ونحن نرى كيف تستمر هذه الحرب من إضعاف الدولة الروسية، فإنما تنظر الولايات المتحدة الآن هو إبعاد حليف مهم من النفوذ عن النفوذ السياسي الصيني. الصورة تتقطع، وصلت الصورة. نعم، والآن بالحديث أظن أننا نرى الآن كون الولايات المتحدة تعمل لمحاولة لإعادة تشكيل المشهد السياسي في هذه المنطقة، فلا يدور الحديث عن
التسعيد للأمور. الولايات المتحدة كانت دائما ملتزمة أمام تايوان، فإن رئيس بايدن كانت تقول ذلك مرارا وتكرارا، والآن نحن نرى كيفية أو كون الرئيس بايدن يؤكد على أولوية تايوان بالنسبة للسياسة الخارجية في هذه المنطقة. دعونا لا ننسى عن مجموعة كواد وعدد كبير من المبادرات الجيوسياسية من قبل إدارة بايدن وزيارات كبار المسؤولين للبيت الأبيض وأيضا وزير الخارجية وكبار المسؤولين الآخرين لفريق بايدن، كيف يزورون مرارا وتكرارا مختلف الأماكن لمنطقة المحيطين. فما نجده هنا من الواضح أن الولايات المتحدة تحول جمعة مجموعة أو فريق من الدول الحليفة التي قد يتم العمل سويا ضد النفوذ أو توسع النفوذ السياسي الصيني. نعم دكتور المعيطة، ونحن نستقرئ أفق هذه المواجهة اقتصاديا وعسكريا حتى، ما دور جانب الإيديولوجيا وكثير من الحروب خاصة في الحرب الباردة قامت بسبب هذا الانقسام الأيديولوجي الحاد؟ رئيس تايوان تحدثت عن العالم الحر وعالم الأنظمة الشمولية، هناك من يقول أن تايوان قد تكون أوكرانيا جديدة، مثل هذه الترجيحات ما حظها من الموضوعية؟ يعني شوف، الولايات المتحدة بتخوض صراعين بشكل متوازي، الأول مع روسيا في أوكرانيا والثاني مع الصين في ملف تايوان، وهذا أمر واضح. روسيا لم تدخل في مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة، لأنه مواجهة من هذا النوع لها يعني ثمن كبير على العالم. روسيا حاولت أن تعاقب حلف الأطلسي والولايات المتحدة بدخولها إلى أوكرانيا عسكريا، والولايات المتحدة فرضت عقوبات اقتصادية على روسيا، وهي تطيل أمد الحرب في أوكرانيا إلى الحد الأقصى الذي تريد الاستنزاف روسيا. في المقابل هي تبعث القلق وتشغل الصين بملف يخصها بحيث لا تكون حالة مساندة لأي طرف آخر بالعالم، زائد أن هي تحاول أن تضعف، ما بدي أقول تضعف، إنما أن تؤثر على قوة الصين اقتصاديا، لأنه العصب الصيني عصب اقتصادي وليس عسكري، بإجراءات بدأت منذ سنوات، لكن اليوم بملف تايوان تشغلها. ربما إذا الصين لن تضرب الولايات المتحدة عسكريا فيما لو ذهبت المواجهة لحد الأقصى، الصين ستوجه ضربة إلى تايوان، بمعنى أنه ستدخل في ملف استنزاف للصين كما دخلت روسيا إلى أوكرانيا، لكن الولايات المتحدة تبقى حالة، خلينا نقول، مساندة وحالة يعني إشعال للنيران في الملفين إلى الحد الذي يستنزف الطرفين اللي هم روسيا والصين. وهذا مسار أمريكي واضح اليوم، لأن الولايات المتحدة العدوين الأكبر إلها اقتصاديا وسياسيا وعسكريا روسيا والصين بشكل أساسي، وبالتالي هو المسار الأمريكي في التعامل مع ملفين مسار يعني متسارع ويحرز نتائج جيد. بالنسبة لروسيا هو بدأ وذهب، واليوم هو بالنسبة للصين يقطع خطوات أكثر. تفضل. عذرا للمقاطعة، لم يبقى وقت كثير، لابد أن أسأل أيضا دكتور دينغ لونغ في شنغهاي، هل الصين في وارد أن تخوض هذه الحرب إذا كانت الكلفة عالية، خصوصا أن واشنطن تسعى لتحييدها عن روسيا، هل هي في وارد أيضا أن تقترب من روسيا أكثر كرد أيضا على ما يجري في تايوان، في أن تقترب من موسكو في حربها في أوكرانيا قصد؟ أولا بدأ من الإشارة أن مسألة تايوان يعني مختلفة تماما عن ما يجري في أوكرانيا، وأوكرانيا ليست تايوان، وتايوان جزء من الصين، من السيادة الصينية، فالصين ستسترد أراضيها وسيتم استعادة تايوان يوما ما في المستقبل سلميا أو عسكريا، والخيار العسكري دائما يعني مطروحة وموجودة وعلى الطاولة. فيعني لو قامت القوى الخارجية والتيار الانفصالي تايوان بالتصعيد، فموعد استعادة تايوان سيقترب أكثر. فعلى العالم وخاصة الولايات المتحدة وتايوان أن تعلم أن الصين مدى
عزيمة الصين وإرادة الشعب الصيني في إعادة توحيد البلاد سلميا لو حبذا أو عسكريا كامل الأخير. أشكرك. عذرا لابد أن نتوقف هنا، انتهى وقت البرنامج. في الختام لابد أن أشكر دكتور دينغ لونغ أستاذ العلاقات الدولية في جامعة الدراسات الدولية في شانغهاي. أشكر أيضا من عمان دكتور سميح المعايطة وزير الإعلام الأردني الأسبق والخبير في الشؤون الدولية، كل الشكر لك. لا يفوتني أن أختم بشكر ضيفنا من واشنطن السيد إريك هام الباحث المتخصص في الشؤون الأمريكية. لكم كلكم كل الشكر. قبل الختام نستعرض بسرعة سؤالي الرابط. أي انعكاسات تحملها خطط واشنطن وتايبي على الصناعة الإلكترونية والتجارة الرقمية الدولية؟ وهل تظهر التحركات الأمريكية تجاه تايوان الوجه الحقيقي الخلاف بين المعسكرين الشرقي والغربي؟ بعد الاستفادة في القول والنقاش في ملف اليوم، خلص ضيوفنا إلى التالي: لا بديل لتايوان عن الصين، لا سيما في المجال التجاري على الرغم من اعتماد الصين على الرقائق المنتجة في تايوان، فيما التحركات العسكرية تهدد حركة التجارة في مضيق تايوان. في العلاقة مع الصين العامل الاقتصادي هو المؤثر الأول، لكن الولايات المتحدة لا يمكنها ترك الصين من دون عوامل قلق، فكانت قضية تايوان باعتبارها الخاسرة الرخوة لبكين. نقطة النهاية لرابط الليلة. غدا يوم آخر ورابط جديد. شكرا لكرم المتابعة وطيبها. في أمان الله.